تحية سام راسكم وتحديث لي. واحنا كنا اتكلمنا في اخر تحليل عن السهم ده، وقلنا احنا هنعمل تحليل لما نكسر النطاق ده، ولكن احد المتباين بيطلب تحديث، فاحنا مستنيين كسر هذا النطاق. ومنتهى البساطة، ليه كسر هذا النطاق؟ لان انا لو عندي صعود انا بستهدف المناطق اللي ما بين 140 الى 152، وحاليا اللي اكد لي ان انا اصعد فوق مستوى 129 اللي هو منطقة اخر قمة تشكلت. طيب منتهى البساطة، انا فشلت ان انا اكمل في الصعود، فبالتالي انا بطور على تصحيح، ومنتهى البساطة يجي لي على نفس طول الموجة دي. فانا بالنسبة لي A B C، ممكن انزل اعيد اختبار المناطق اللي هي دي اللي هي ما بين ال 107 ل 103، يعني من مستويات ال 107 ل 103 او من 108 ل 103. دي مناطق مهمه جدا، اعتقد ان انا هنزل اعيد اختبار. كمان بمنتهى البساطه انا عايز نفس طول الموجه دي تقريبا هبوط، يلا او اقل بشوي من المستويات دي. طيب هيوديني لفين؟ هيوديني لمستويات ال 111. طيب حاجه كمان، وبمنتهى البساطه انا لازم اعمل ترند على اخر موجة هبوط دي وبعد كده اكسرها بمنتهى البساطة، وانا هفضل اتسلل هبوط واحدة واحدة، ممكن اوصل لحد المستويات دي. طيب يعني ايه؟ يعني انا لسه ما زلت مستني ردة فعل. وبمنتهى البساطة يا جماعة، السهم له مزيد من الصعود لسه، ولو رحنا على فريم الويكلي هيكون اوضح بكتير قوي. انا السهم ده تحول الى اتجاه صاعد لما كسرت المنطقه دي ووقفت فوق منها اللي هي منطقه ال 107. طالما انا فوق مستوى ال 107 فانا ما زلت ايجابي. اقلق لو انا كسرت فوق مستوى ال 107 ده، لو انا كسرت واستقريت تحت منه، فبمنتهى البساطه انا اروح للمستوى ال 82، وده السيناريو صعب جدا جدا جدا، لان انا عملت منطقه انعكاس وحصل كسر قوي جدا فيها. فانا ممكن اللي يحصل بمنتهى البساطه ان انا انزل اعيد اختبار المناطق اللي ما بين 107 103، وده فنيا الاقرب. لكن انا كمان بالموجة اللي حصل دي انا شايف ان ده ممكن يكون صعب شوية، خصوصا ان انا بدأ يحصل عندي ضعف في الزخم البيع. وانا عندي كمان موجة مكتملة، يعني انا عندي ضلع مكتمل في التصحيح، يعني الضلع ده بالنسبة لي مكتمل. فبالنسبة لي ده ضلع A، ده ضلع B، وانا بستنى الضلع C هل هيوصل لهنا ويكمل صعود، ده اللي هشوفه. لكن انا ما زلت اتوقع للسهم ده مزيد من الصعود، وما يحدث هو محاولة لإعادة اختبار مناطق ال 108 إلى ال 108 إلى مناطق ال 103، هنشوف. لكن لا أنصح الشراء هذا السهم من المستويات الحالية، هيحصل ليه شوية هبوط وإن شاء الله هناخده من مكان أفضل بكتير وهيكون أقرب للمناطق دي. طيب في حالة كسرنا المناطق دي، أنا عندي منطقة تانية مهمة قوي اللي هي المنطقة دي، اللي هي منطقة ال 98 إلى مناطق ال يعني 98 إلى 95، ودي منطقة برضه هتكون مهمة. فشلتها فانا طبيعي هنزل اكسر اخر قاع تشكل اللي هو منطقه 83، وده مش مستبعد خصوصا مع اخبار السوق. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا بقول المنطقه دي مهمه جدا وهيحصل فيها ارتداد للسعر، لكن لازم اشوف رده فعل قويه وواضحه عشان اخش اشتري بمنتهى البساطه. وانا مع الناس اللي متوقعين ان هيحصل رده فعل من مستويات ال 108 وال 103، وصعب جدا 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 نكسر مستوى ال 103. والاهداف بتاعتنا ما زلنا بنقول ما بين 140 ل 152. يعني حاليا نعمل ايه؟ حاليا ننتظر نشوف رده فعل ايجابيه وكسر الترند الفرعي ده لاخر موجه هبوط وعدت الاختبار. يعني زي ما احنا قلنا في بيلتو، انا هفضل اتسلل هبوط بالشكل ده وبعد كده اكسر الترند ده، انزل اعيد اختبار وما اكسرش اخر قاع متشكل واكمل صعود، اخد اخر موجه اللي هي الموجه الخامسه اللي هتطلع بيا للمناطق دي، وبعد كده يحصل تصحيح عميق. يعني انا ممكن اجني ارباحي من بعد مستويات ال 141 لو انا مشتري من تحت، او ممكن اجني ارباحي في المراحل الحاليه واستنى هبوطه برده كده افضل اخش تاني. فلك مطلق الحريه وبالتوفيق.